في داك الجمهور ديال الوداد ما يستاهلش تكون دازو تفو. والله إذا كنت باغي نعيش معاه من المونديال يتوا صاحبي كانوا غيلعبوا مع فلامينغو. المدرب الكلب اللي ولدك الله ينعل. هذا كاس العالم ديال الأندية اللي تقطعت منه الوداد تفو، كان كيبد موبوتو مشاكلي. الرجاويين غينوضوا عاوتاني اليوم غيقول لك حنا اللي كنفرحوا في هاد البلاد. وانت بيلانتي يا صاحبي عمرك في حياتك ما جبتي شي بيلانتي يا صاحبي. عائلة السبكي عرفتي شحال دخلوا معايا ديال الفلوس؟ دخلوا معايا الملاير حيت كندير كوبي رايت لعائلة السبكي. باش هما عائلة السبكي عائلة كبيرة ديال الإخراج. وكنطلب من الجمهور ديال الوداد البيضاوي راه ما كاين والو، كورة ما بغاتش، كورة ملي ما كتبغيش راه هي هادي الدراري. راه شتي راه الوداد كانت رابحة حتى لآخر دقيقة حمراء وبيلانتي ولا إله إلا الله. والله إلا كنت فرحان اليوم وبحيت الله يعطيني شي كسيدة في القهوة، كنت باغي الوداد حنت تستاهل الوداد أصاحبي، أقسم بالله فيه اكتئاب ديال الاقتصاء، والله الوداد تستاهل أصاحبي، ولكن المدرب ودي الله ينعل أمك. قلتها لكم ولا ما قلتهاش لكم؟ واش قلتها لكم ولا ما قلتهاش لكم؟ نار الماتش ضد الفتح، قلت لكم هذا خاص يحيد قبل المونديال غيدير شي كارثة، واش قلتها ولا ما قلتهاش؟ داك الدراوي اللي من الكونغو علاش مخرجو؟ علاش خرجتي؟ علاش مخرج هذاك؟ هذاك الدراوي علاش مخرجو؟ علاش ما عطيتيش للداودي تي بيلانتي هو الاول؟ الداودي تتا علاش ما غاديش تي بيلانتي تا الاول؟ بيناي سير تي بيلانتي تا الاول، انت اللي كتير بيلانتيات وكتعرف تيرهم، انت الاول سير تي بيلانتي يا صاحبي. تفوه على مدرب كيدير غدا سير تقود، غدا يجريو عليه غدا يشدو عليه كيما دارت الراجل الطاوسي، غدا سير تقود. المدرب الكلب اللي ولدك الله ينعل وري لامك انا عرفتو غيدير شي كارثة صاحبي. مرقت صاحبي ما بغيتش الوداد تقسم لنا الدور انا، كانوا رابحين اصاحبي. الدراوي الوداد تاي ما عطيني دبرت عليا واحد الدراوي عرفتو كيشبه المبولحي الجول ديال الجزائر منين جيبو هناك كيدير ليهم داك اللعب اللي كندير انا في برو كلوب كيبقى يخرج لها يخرج للسلطان ترى لا حول داك الدراوي شكون جيبو اصاحبي ناصيري ترخى ناصيري في الصيف راه ولا يضلوا هنا عس في لوطيلات راه بالسيف سيف الوداد خاصها تجيب افا سونتر شنو الوداد خاصها واش النصر السعودي جيبين كريستيانو وانتوما جايبين ليا دراوي كيشبه المبولحي والله لا ماركة لك هذاك بالله النهار زوين يضرب في برا والله لا ماركة لك هذاك ويلي البريزيدون سعيد ناصيري كرشة كبيرة قدها شكاك جيب اللعابة صاحبي الوداد اصاحبي كاين ميليو زوين كاين ديفونس زوين كاين جول زوين خاص دابا فهمتي مع القيسر هذاك من الكونغو ولا الحقر عليه واش الدوا الدوا على جبران لا ولا الدوا فهمتي 20 كيلو القيس هذاك الكونغولي ما كيفهمش جيب لي واحد من الكونغو مسالي دين امه مسالي ضرب ديك النار اللعاب ديال فاس ده خاصو يتشد في الحبس هذاك ضرب اللعاب ديال فاس بكتفو راه باقي اللعاب دابا ناعس في السبيطار الرجاويين غينوضوا عاوتاني اليوم غيقول لك حنا اللي كنفرحوا في هذه البلاد وحنا اللي كنفرحوا عاوتاني انتوما خليتوا الرجاويين ما يقولوا والله لا نعسي دابا القحبين ماك في الفيسبوك دابا بالبارطاج والله لا نعسي احنا اللي دابا فرع الكر دابا معمنا الدوي براج ديال الفيسبوك روينا بارطاجي وباش ولي مشى هو راه دابا راه غيطيح الدوزيام سيري الوداد اليوم ما بغاتهاش كره ولا لعبت مع بطل اسيا صاحبي راه لعبت مع لعابه راه شي داك الدبابه اللي كان عند بورتو راه شي تبارك الله قديش شي كيت انسبيرا من لوكاكو راه شي كيفاش كيدور بكره الوداد ما بغاتهاش كره ومشات بيلانتيات وكون كانت الراجه اليوم كره ربحت حيت الراجه كتعرف بحال هاد الماتشات باش نكونوا واضحين بحال هاد الماتشات ديال الراجه الوداد فريق كبير وحسن من الراجا حاليا حسن من الراجا وهربان دابا على الراجا ب 10 سنين حيت ديما في البوديوم ديال كاس العالم ديال كاس افريقيا ديما غدا النصف النهائي هي اللي مشرف المغرب حاليا ولكن كون كانت الراجا بداك الجمهور مع احتراماتي للجمهور ديال الوداد ودابا نتوما الجامعه علاش ما لعبتوش الماتش في دونو علاش ملاعبينو في التيران ديال الرباط وكاك مسكون مع ديما خاوي هذاك التيران ديال الرباط راه فيه اللعنه راه فيه اللعنه هذاك التيران ديال الرباط راه ملعون دين مو راه ملعون راه شتي دابا الجيش مني فايتها كتلعب في الصغير غادي هي الاولى هذاك التيران ملعون فيه لعنه علاش لعب علاش ما بغيش تلعبوا في كازا شكون هذا اللي اتخذ هذا القرار علاش هذا الماتش ديال الوداد والهلال السوداني اليوم علاش ما تلعبش في كازا حسوه بحال هذه القرارات السي القجع حتى دابا ودير فيه واعر ودوي مع ديك الساعه مع بلاطي الرئيس دوي معاه قول ليه يلعب لي الماتش في كازا الماتش هذا كان خصو يتلعب في كازا كنت تلعب في كازا كره ربحت الوداد بجوج صغير كره الحسوني ماركا ويماركي داك الدراوي داك الطويل اللحيه جوج غادي بين الرباط تما ما عرفتش انا واش بغيتو تقسيو هاد الفرقه الله اعلم حكم ود القحبه هو في بريمير في الشوط الثاني ما بغاش يصفر صفر ما حتى الدقيقه 13 راه الحكم اليوم كان ضد الوداد وحيد لي بيلانتي انا كلمه حق نقولها بيلانتي ديال الوداد حيد وجبران ما كانش خاصو ياخذ صفره حيت خدا الصفره الاولى راه مستحيل شي حكم يزيدك صفره وانت ديجا يلاه عطاك صفره يلاه طالك وعاود تحتج عليه غيكون خطا بشي كلمه بلونجلي غيكون غلط غيكون شي كلمه بلونجلي كان ما كانش يسحبها خايبه وقال الحكم وزادو
السفرة الأخرى غيكون غلط بلونجليا مشكل حكا عاود باش هو انا عمرني ما شفتش لاعب فريق من اسيا ولاعب فريق من افريقيا وجايبين حكم اسيوي جايبين حكم اسيوي من بوليفيا جابوا واحد الحكم علاش ما ديرش حكم من اوروبا علاش ما تجيبش حكم من اوروبا انا بان لي الوليد بغاو يقصيو اخويا تبارك الله على الحسوني اخويا داير ماتش زوين جبران داولي ولكن كره ما بغاش تدخل عطيه الله مسكين رشي كره ضربت في بوطو ضربت في بوطو الاخر وما بغاش تدخل تاقنا وشي تاوما كيجب التبيلات يا جميلنا في العياقة وفي التصاور لعابة متواضعين ديك النار جاي وعندي الشومبر وتا كتسحب راسك كورتوا غير غنمشي عاد تفرقة القحبة منكم بيلانتي بيلانتي ما جابدوش صاحبي دير فولو الكورتوا زعما وتا بيلانتي يا صاحبي عمرك في حياتك ما جبتيشي بيلانتي يا صاحبي وعمرك في حياتك ما جبتيشي بيلانتي يا خويا يا صاحبي وسير عندك رونج روفر سير تريني يا صاحبي على بيلانتيات اصاحبي مني تساليو لونطري ما صاحبي شوف داك الدراوير واش كيتاو داك اللحيه ويبقى يشير عليك بيلانتيات اصاحبي وانت عمرك ما جبتيشي بيلانتي يا صاحبي بزاف اصاحبي داك البيلانتي مشيتي تما وما جبتيهاش وكون مشيت انا تما نجبدها حتى مشيتي تما وما جبتيهاش تلاحيتي تلاح كلك اصاحبي لا ولا قوه الا بالله بقى فيا داك الجمهور ديال الوداد ما يستاهلش تكون دازو تفو الله بقى فيا الحال الله يعطيني شي كسيده صاحبي كنت باغي يدوزوا الوداد مساكن جمهور كبير صاحبي عناء السفر صاحبي وغادي وبنادم غادي مع التسعو والناصر يجيب لي عزوه ما كيعرفش يدخل تسعو هو ما عرفش فين كيمشي عزوه والله لا مارك لك جيب لينا دراوي خسر فلوس شويه راه فريق الوداد هذاك صاحبي خسر فلوس شويه جيب شي تسعود مقود القحبي ما جيبو لطبو لمو عزوه يلا سق بحال داك سماطا اللي كان عند تنزانيا تا جيب شي دراوي راه الوداد هذيك صاحبي نتوما مالونغ ولا نتوما الراجا مالونغ واحلين فيه راه الراجا هذيك وراه الوداد هذيك نتوما تجيبو دراوي واعرين حتى شو النصر الجيبه جابت كريستيانو راه فرق كبرى هذه يا صاحبي باقي نكتبو حلو في افاسونتا راه صاحبي الوداد قول لي لعبه بلا افاسونتا راه صاحبي عيبه صاحبي فلوس كتخسر في الخوي الخاوي صاحبي داري بعينو بسبعه المليار بقى فيا الجمهور انا والله كنت كاعله بحال هادشي انا وسمحوا لي الدراري كنت كاعله بحال هكا انا كنبغي الجمهور يفرح مسكين انا الجمهور المغربي ديال الوداد يستاهل يفرح دراري ودريات كاشكولات الجمهور طلعتي فو 90 دقيقه معاكم والله يحسن العوان اللعابه مساكن تما تما الله يحسن العوان راه ما بغاوش كره ما بغاتش الدراري والوداد راه تعاود دير العصبه هذا العام ان شاء الله والمونديال الاخر ان شاء الله صافي ود المدرب حيدوا هذا المدرب هذا كيشرب شي دواء حيدوا داك المدرب الناصر حيد غدا داك المدرب لما حيدتيش غدا داك المدرب راه اقسم بالله ما راك رئيس حد داك المدرب لكن كنتي انت الناصر اللي كتفهم في كره ولا كنتي كتفرج دابا اللعابه ديال الوداد كيبان لك ما واقفينش في التيران كيبان لك ما واقفينش مزيان الوقفه ما كايناش المدرب ما موقفهمش صح كتبان لك بان الوداد ما قادراش دابا شي اللعابه ما واقفينش مزيان المدرب خاصو يمشي غدا من هنا لساعة نعطيكم شي مدرب جيبو انا نقترح عليكم شي مدرب غتجيبو ان شاء الله بلاتي تردو طوشاك حقه كبر جيبو فاخير اصاحبي خريط ديال الضحك الراجل يبغيو يجيبو فاخير الدراري المدرب هذا ما حملتوش ايه حق هذاك تفكرتو قال لي باغي نصوني لك مسكين هذا ايه مسكين الدراري بلا تسمحوا لي الجمهور ديال الراجل تاعي دابا اليوم تاعي بحال اللي ربحت فرحانين هي 10 الليل نهار اخر مشات تفو نهار اخر مشى مدرنا فيه والو عشت الليل صامو قميت كنبغي نخرج كنعكس شوف غنلعب بابجي اقسم بالله غنلعب بابجي دابا غنلعب بابجي تيري فهمتي وغنهبط غنتلاح بالسيوانة كاين شي مشكل لا كاين شي مشكل في التليفون ديالي ياك الاكرو ما بغاش تقرا لعبة مزيان اما مني نكون كندوي ما تصيفطو حملني شي فاصل صيفطو فيه نتوما مزكو من الجمهور شحال اصاحبي راه 100 كون ما كانش كتجمع 100 درهم على 100 درهم وكتجي ليك مليون راه والله ما ناخذ من عندك 100 راه كتجمع لوك الناس باش هما ياكلوا خبيز ديال دار العجازه وفهموا فهموا ماشي بوحد قولوا لي باش تغديت اليوم كانت بشي ب 1000 فرانك نص كوميره بات سرديل قرعه ايس صغيره ديال الليل 1000 فرانك اللي كانت بجيبي او خا تشوفوا يوتيوب واش راه والو راه الفلوس راه والو ما كاينش سبرديلاتي راه كلهم مزيرين هادي ما عرفتش هادي يكون فيها شي مشكله هادي يا ربي تخسر ليا تليفوني يا صاحبي والله تخسر ليا تليفوني ما بقاش كيروشيرشي او ما يمكنش تخسر ليا التليفون الدراري مشكله عاوتاني والله تخسر ليا التليفون الدراري نقطع اللايف خاصيتو الله وما خليتيش ليه ما كليش والو باقي راه فيه الجوع انا دابا فيه الجوع قلت ما واش طايب لك بليصال لا قول لها قول لها ما عندو زيت الكيف قول لها راه داير مع الدري غيجيب ليه الدري غيجيب ليه واحد اللعيبه طلع عليا واحد اللعيبه غناكلها طلع عليا صافي
غايجيب لك حتى حق غتخسر. ماشي سهله تلقى الراحه غير توقع غير سير سير ملي تجي واحد الامانه طلعها. شوف انا معاك شي كوكه من الثلاجه زعما راه كاين كوكه بزاف هي كاينه كوكه واحده حطيتها تبرد هي حله يلقى كوكه اللي زعما راه كاين بزاف ديال الكوكه هي راه واحده بلاتي الدراري يصاوبوا تليفوني حيت والله ما نقدر الا تخسر لي الايفون راه ما نقدر ندير والو بلا ايفون راه في الاي كلود فيه كلشي ها هو طلع لي سيستم اخر بلاتي نفحش شاش كنقول لك الدراري بلا ما دير التليفون عند المعلم اطفيه وشعلو اطفيه وشعلو غيتصاوب يلا الحوا الابليكاسيونات كيتصاوبوا هاش قدامكم داكشي الدراري انا راه واحد النهار واحد المعلم دابا باقي كنشوفو معلم ديال الطوموبيلات الوليد كان خدا يلا خدا واحد الداسيا انا يلا شديت البيرمي وديك الداسيا كانت كتبه لي بحال رونج روفر صغيره داك الوقت في 2015 كنت كنمشي كننق على الدريات كنلبس قميصي ما كنتش معروف اصلا كنت كنعيش كيما بغيت كنمشي نوكا بصاي صافي نمشي كذا شي النمره تلاقى معاها واحد النهار وي تكونسات لي الفولا تكونسات لي حدا درب غلفه هنا حدا انا تكونسات لي وناري تكونسات لي كيفاش صافي دابا معمر ما طرا لي البلان قلت انا واقيلا خرجت عليه حرقت الموتور كيفاش الفولا تكونسات هو الطوموبيل وقفت والفولا تكونسات قلت لكم الدراري ملي تكونسات لي الفولو مشيت عند واحد المعلم تما قلت لي خويا قلت لي انا الفولو تكونسات لي الطوموبيل تخسرت هو جا هو فهم البلان انا من بعد نشرح لكم جا هو يمشي كيجري للمحل وجاب واحد البين صغيور وجاب واحد الزيت وير الزيت تما بقى كيدير وقال لي صافي هاي تحركت قلت لي شحال قال لي 200 درهم مني دارت الوقت وكان معايا واحد الدري صحيبي وطرى لي نفس البلان وقلت لي ناري عاوتاني غنمشي عند داك المعلم قلت لي راه تخسر هو يقول لي تورك على الفرين وحرك الفولو المعلم ودلق ورك على الفرين وحرك الفولو ودي 200 درهم دابا باقي كنشوف وما نسمحش لي نقدر في اي لحظه نمشي له شو التخاور ديال المعلميه علاش كنقول لكم ردوا البال من المعلميه المعلميه جاوا صاوبوا لي الطواليت هنا باقيين كيتسالوني 84000 دابا انا ما مشيت عندهم شويه في تيفي غدا دابا كنجرجر المعلميه حيت ما كيرحمكش حتى هو المعلميه مع احتراماتي ليهم هذوك الباصه والله راه واعرين راه يشد من عندك افونس ويمشي يغبر عليك 3 شهور يمشي يبني دار علاش يجي عندك ديما المعلم خدمت حتى ويا اطابل زيره والله الا 84000 كيتسالوني كنت انا قبل هادشي كنتنصاه وباقي فيا الفيس غنشوف الا دبرت الشهر في الادسنس غنعطيهم غنعطيهم ان شاء الله هذيك 84000 اللي كيتسالوني هاد الكاس ديال اش الدراري هذا كاس العالم ديال الانديه اللي تقطعت منه الوداد تفو ديري اش تفكرت اصاحبي بلاتي كان كيبد موبوط ومشاكيلي سببي الناس اللي طل تشكيلي تلقاب تقصى واصل والله إذا كنت بغي نعيش معاه من مونديالي الدواء صاحبي كانوا غير يلعبوا مع فلامينغو ضد دافيد لوي وضد أرتورو فيدال فهمتي والمدرب ديال فلامينغو كان عند بنفيكا عنده 82 عام مدرب عجوز فلامينغو فهمتي البرازيل يا ربي تعاود هاد النهار يا ربي سيدي ربي ما كرهتش انا هاد النهار تعاود يا ربي وان شاء الله وتربح فيه الوداد يا فهمتي كنا غير الوداد كانت تلعب ضد فلامينغو فلامينغو غير يلعبوا بالتونيات الكحلين والحمرين والوداد يلعبوا بالبيضين والبيضين والحمرين تاع تفو خسارة الله يعلم الكره اخويا مني ما كتبغيش راه هي هذيك الكره اخويا غاب وحدي وكنعاطي